عمري اجرب اكشت انا والبنات. طب اكشتوا بصراحة ودنا، بس خايفين احد يضايقنا منا ولا منا. يخسى يخسى احد يضايقكم وحنا موجودين. اهدى اهدى شوي شوي شوي، حنا بنكشت معكم. علاقتك مع ابوك سيئة؟ لا لا، انا اللي اقوله هم. اي بس لا، في اصوات درجة اخذ جملتي. لا لا لا، في اصوات صارت درجة حقتي انا، لا تقولها. الو ايوه، زكي كذبة اسمع تسمعني. والله حلو 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 والله حلو. لا واحدة بس، لا تنسوا الخمسة ملايين. يبدأ كده الموضوع، البزر ده ما هتكي معاه. اقوى الاهدى اهدى للحين، يعني ما كفاك الكف الاول ولا وش؟ لا لا يا عامر، لا لا يا عامر، خلاص خلاص تمشي يا عامر. حرام يا عامر، حرام والله حرام. ايش اللي حصل؟ ايش اللي حصل؟ هذا بيت يا عيال مع عائلة. لا الحال لا. يلا اوكي، يلا بالبيت. يلا معلش، يوسف اخر يوسف. حنا النظر الباب، النظر الباب، نظر الباب. خلا خلا والله النظر الباب. لا انت لا باب، النظر الباب. هذا بيت عيال مع عائلة. لا الحال عزة الوطن والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يا قفوك هالشمال هالشمال. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يا قفوك هالشمال هالشمال. حنا شباب البوم، حنا شباب. يعني دكتور ما راح اقدر اضحك مره ثانيه نهائيا، انا مدمن تيك توك يا دكتور، على طول على طول. يعني شنو ما راح اتابع الا نشرات الاخبار؟ نوقف الضحك ده تماما ونعكسه بقى، نشعل نتابع بقى الحزن، الكآبه، التعاسه. يا اخي اسمع وتابع الاخبار الحزينه، عاشر الناس الكئيبه. قدام الناس الكئيبة عين حطين سنابك ورغمك خلني اتواصل معك على طول. اتمنى لك الشفاء ان شاء الله. برضه خشين علي يا صراحة. 5 4 3 2. أنا فروتي ذي شاريها من عند المسجد أبوي من أيام المتوسطة، وإلى الحين ما غيرتها. عشان كذا ريحتها غنم. إيه صحيح، لأنها أصلية. شرفك أنت. خلاص يا أبوي لا تفكر. سليمان سليمان عطنا صح. اكشن ندفع عشان نجي ونشرب وسنا. شلون قال اكشن؟ لا
كمل يا اخي كمل يا اخي ابو خيركم وش زينين انتم شكرا شكرا هذا اكيد احد مرسله من نفسينا ما قلت والله يا ابو قبلان هذا واحد يدربي راسه ولا يدري وين ربه حاطه هذا شكله من الحذران اللي ابوه يعطيه دريهمات وقال روح تمشى في الصياد هب يا الحذري ما لقى يتمشى اللي عندي هنيه لكن هين تمشيته هذه بتخليني امسك ذمة واسمع على علبه اوريك يا ابو الاغابيب يا عيال ذا وراه تاخر الشمس بتغيب نبي نروح نريح بشركم يا عيال نقلت الملكيه الحين يا عامر انت شاريني الدينا ولا القعود لا شاري القعود بس ترى الإجراءات ما بسهلة في شريحة بيانات تنقل المعلومات كلها حقت المالك الأول وتجي لي يا الربع لقيت لكم أهل القعود شباب طيبين ودقاق ورقاق وحلا من معي؟ أنا عامر من وين؟ من حي السلي ونعم وين؟ سوكوش جدة حي الهمداوية كفتة رأي نظر من الجردية ياسر من الشفا تركي من أم الحمام صالح من القصيم خذيت المفروض وسميته مجلعد بتحدى فيه بالمفاريد ويا بعزها ولا بعزاها لا والله في عزاها في عزاها ان شاء الله كوفو يا راعي مجلعد ترى المنافسه حاميه واشوفك واثق من نفسك اي بالله واثق واثق ومن تفخ راسه لكن الراس هذا الله ما ينسمه غيري انا اثق بالله اولا ولكن في عوننا في الميدان واللي في راسه شيء يجي للميدان تحسي وتعقب ان شاء الله اني لفرك هشمه يا ابو قبلان تخوي ربعت يلا يروعك وش علمك هل معذر هل معذر يقولون عنده واحد راعي نظر هو اللي اختار له القعود راعي نظر هلا هلا الله يملينا شفته هذا وخوياه اللي معه والله يزول ما هو زول ناس يبين يجيبون واحد راعي نظر لكن نكمحهم راعي نظر وش اسمه اسمه كفته يا ابو قبلان جعل والله يكفي تهشر خل كفته عال عال كفتة تعيد تعيد هذا في اسلام عري تعيد وكذا هو هذا طاوي الجوع هذا يدور العيشة ما هو جوال واحد طال عمرك يدور بالومزاين لكن هين هين يا ريجين الوعد الوعد الميدان الميدان يا ميدان هذا وش جابه؟ شوف اللي رفعه المزاد طلعوا اخوياو هذا نظامكم اقول يأشين السرج على البقر يلا يم يقول لك تحداني انت انت ورا ما تقش خوياك هذول اللي معك وتروح تلعب بلاي ستيشن ابرك لك لا تجي تحدى عطران الشوارب اقول يا عطران الشوارب الوعد بالميدان أنت ما تعرف من تلاعب هذه حقة بلايستيشن ها؟ حقة بلايستيشن أنت ما تعرف من تقاوم هذه حقة مواتر بعد أنت ما تعرف وبس يا شيب عيني شيبة ولد أبك انفست علي والربع كلهم يشهدون وكلامي أنا مثل السيف انفست علي ترى إلك منقية إلك أنت لحالك أشهد يا رجال يا رجال خلكم شاهدين الرجال يقول انفست عليه يعطيني ناقة المنقية أنا شاهد أنا شاهد إن شاء الله الناقة ناقتك المنقية لا والله القمزة القشرة تلطك أنت خوياك كل منقية ما هي بناقتي المنقية 20 ناقة انفست ترى هيك لكن ما فزت وفزت أنا قعودك قعودك نفنقص به وبنتعشاها انا والريجين سلامات يا كابتن
تبغاه يقصب قعود ب 700,000؟ احنا فين؟ قوم يا واد. هذا والله اللي مشاركته ما هي في محلها. اقعد اقعد اقعد. هذا تحدي. ان كان خويكم يبي يناطح الرجيل ويصامخ روس يتحدى. وان كان ما هو بكفو برخمه يعذ على شحم ويقعد. اقول تم وانا راعي مجلعد. نتوجه ها نطلع الفائز بالمركز الاول امجلعد العامر بن علي. المحترم ابد الكوش لعبتي. يا سلام عليك. طيب وش قال لك؟ خق معي وقدرني وقال يا قهوجي يا قهوجي وراك تناظر انت قهوجي. اي قال لي انا مو بنت. اه اوكي. الزبده ويجي القهوجي يقهويني ويجيب القدوع ويحطوني بصدر المجلس. حلو. الى الان خطتك في الصميم. متى بتخاطبها رسمي؟ بعد دوره التكتيك. دوره التكتيك؟ انت وجهك بتخاطب ولا بتصير مدرب الهلال؟ يا ابوي وش عرفك انت؟ هذه دورة يسوونها الكوش قبل الزواج. تكتيك. قصدك اتيكيت. وهلا يا عامر بدك تفهم شو معنيه الاتيكيت. يعني اذا بتفوت على مجلس كله ناس اول شيء بتبتسم بتقول مساء الخير. مساء الخير وصباح الخير وبنجور عندكم انتم. احنا عندنا تحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدين قل اللي تبي. ما لنا مشكله يا خي ما لنا مشكله. بعدين بتقعد بالمكان اللي بيختار لك اياه المضيف. تقعد هيك. سلامات يا ابوي. تحط رجلك بوجه الرجاجيل. نزل رجلك وحشم رجال. نزلها. ما لنا مشكله يا خي ما لنا مشكله. طبعا انت بعد ما بتقعد هني راح يسالوك شو حابب تشرب استاذ عامر. انت هون بتختار. بدك شاي بدك قهوه بدك عصير مثلا شو ما بدك. رايح كافي انت تطلب. مالك كل القهوه والقدوع بعدين تخش بالشاهي. مانا مشكلة يا خي اللي موجود. وهلأ يا عامر إجا دور الأكل. الأكل شغلتين. بس تفوت على طاولة الطعام ما بتروح دغري على الجاج وعلى السمك وعلى اللحمة. لا بدك تفوت على المقبلين حمص بتوش ورق عنب. بتغز هيك وبتقطع باليمين هيك وبتاكل هيك. سلامات. عزيمة مشاوي حمص وتبولة. وين الشحم واللحم وين المفطح؟ يا خي انا وشحمه ولحمه وهيدا مفتح شو؟ عرفك انت بالمرجله. اليوم بعطيك دوره في المرجله. لا منك جيت عند الرجاجيل لا تقعد تمط بالكلام ولا جيت تمشي ارفع صدرك كذا فوق خليك رجال. اوكي فهمين عليك قدام. يا عامر البنت ذي ما هي من مستوانا. لكن وش رايك اخطب لك بنت اختي منيره بنت مؤدبه وذوق. لا 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 يمه منيره مغروره وحقودة وشايف نفسها على مدري وش. خل زوج شروط بنت جيراننا معلمة رياضيات وتعرف تطبخ. جوي رياضيات تكفى يا عامر تزوج شروط. خلها تدرسني رياضيات. سلامات. كل واحد بيزوجنا اللي يعجبه. أنا اللي بتزوج ولا أنتم؟ اسمع عاد ترى ما أنا بدافع لك ولا ريال بالزواج هذا. ما يحتاج يبا ما يحتاج. الناس اللي بتزوج من عندهم كاش أبو الكاش وهم ما يبون شيء. الزواج عائلي يبون رجال. أمحق رجال. على وجيهم حاطين العشاء الساعة 4 الفجر. لو اني مو بأم العريس كان طلعت. لا وجايبين مطرب ومدخلين علينا.
هلا والله بالعائله البطله. ددير بد ددير بد دربد دربد. مساء الخير لاحلى اب وام وقت بالدنيا. عجيب والله. حي الله العريس. نوف قومي ضبطي لي فطور انا والمدام ولوسي. لوسي؟ هي لوسي قطوه المدام. انت سويت ريما ولا لوسي؟ اقول قومي جهزي الفطور ولا يكثر. قومي يا نوف قومي جهزي لهم الفطور. ليه والله؟ وانا شغاله عندهم. اي شغاله الزبده. ابرسل لك اللي تحبه لوسي على الفطور. تجيبينه تحطينه عند الباب وتطقين وتنقلعين. اوكي يلا بعد اذنكم اروح للمدام. الله يستر يا ابو عامر لا تسوق هالمره سوق. هاي ولدي ذيب ما اقدر عليه حنا تقدر عليه بنت الناس. كيف تجربتك بالزواج يا عامر؟ الزواج استقرار وراحه نفسيه. بعدين وراكم متجمعين علي كذا اول مره تشوفون واحد متزوج. واه يا عامر والله صاير متنان ومستصيح. ايه هذه سلبيات هالزواج. ادخل بنادي وادعمي والحق على عمرك. ايه انت وياه لا تصدقونها على عامر ترى ما له كم يوم متزوج. ايه 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 هي دحين تاكلك بيدها؟ لا تاكل لوسي وانا اكل بيدي. ليش ما عندي يد؟ انا اللي ابغاه من الزواج اني اتزوج واحده تاكلني بيدها. واضح انك فاقد حنان وفاقد امل بالحياه. الله يحيي جاراتي. الله يحييكي. جينا نبارك لك كده على زواج عامر ما شاء الله. الله يتمم له على خير ويسعدهم ويوفقهم. عقبال شكو شكفته يا رب. إلا يا أختي فيها زوجة عامر ليش نشوفها ونسلم عليها ونبارك لها. جاية جاية كلمتها وشوية وتنزل. أم شكش تخاف من البسة. شيل البسة يا بنتي شيل البسة. حبيبتي خذيها لفوق ورجعي سلمي على الحريم. لا بروح أنا ولوسي ولا برجع. اللي ما يبي لوسي أنا ما بيه. طويلة لسانة مصبياتي. جلسي أختي جلسي جلسي. اختراع محلول يحول الورق الى قماش. شوفت عينكم شوفت عينكم يا جماعة الخير. شوفوا جايين لا مستعدين للدراسة وأصلا مو بوجيه دراسة. ذولي لا كتب لا ملابس هذا لكم قدامكم. أبا يا عامر كل هذا حصل منك؟ لكن هين هين الوعد عندي في البيت. عشان كده أمس ما جيت البيت. ها فتبت يا واد يا داشر. كنا صراحة في ياسر وين كنتوا في من امس؟ وين كنتوا؟ احنا كنا في ال في الاستراحة. انا اللي مستغربه يا جماعة الخير ان الثلاثة هذولي من خيرة الطلاب عندي في المدرسة. خاصة عامر ما شاء الله عليه. خصوصا في مادة الكيمياء. لكن وش تقول؟ رفقاء السوء والعياذ بالله. اسمع يا استاذ. انتم لكم اللحم وللعظام. والله انا اقول مدام جو اليوم وجيههم هم وجيه دراسة ولا هم مستعدين أنا أقول خذوهم معكم. ثم إذا جاء باتر الله يحفظك ويطول في عمرك أنا لي تصرف ثاني معه. من صاحب هذا الاكتشاف؟ أنا الحالي طال عمرك وصدقني هالاختراع هذا ما جاء إلا بعد تعب سنين وسهر وخلها على الله. بس الحمد لله بالنهاية نجحت. وبصراحة يعني أدائك الوظيفي يكاد يكون سيء للأمانة. يعني عليك بعض الملاحظات وبعض التأخيرات لكن بعد الاكتشاف هذا راح يشفع لك عند الإدارة. إلا وين سويته؟ في المختبر طال عمرك
وأنا تواصلت مع الوزارة وبيرسلون لنا بكرة مندوبين من عندهم علشان يوثقون اختراعي. وقال بكرة بتجي لجنة توثق الاختراع. وش ذا القهر يا عيال؟ دبروني أروح أشتكيه. تشتكي عند مين أنت وجهك وانت طاب في المدرسة ومسوي فيها مخترع؟ تبي تنكب نفسك وتنكبنا؟ طيب الحين وش الصوت؟ والله قهر والله قهر. لا تبكي لا تبكي يا عامر. ما بكيت أنا يا درج، أصلا مو بأنا اللي أبكي عشان اختراع. لا تكابر وامسك نفسك، خليك راجل، الحل عندي. وهذا اللي حصل مع عامر وشكوش وياسر. تبغى الدليل؟ ارجع للكاميرا. أنا بمشي على كلامك، لكن إذا طلع كلامك هذا مو بصحيح يا ويلك يا ويلك يا سواد ليلك، لأنهم بيدخلون في مشكلة كبيرة وبتكون أنت السبب. متأكد من كلامي 100%؟ ترى أبويا موصيني إني أعمل بأمانة ولا أكتب على حد. أشيخ راح أنتوا أمانتك بعرف، ترى نص سندوتشات المقصف اللي للطلاب ترك ماكل أنت أمان. الكاميرات معطلة وما فيه أي دليل على كلامكم. علمكم هذا اتهام خطير لمعلم بسرقة الاختراع، وما راح أمشيها لكم. وراي قلت بالدليل انت وياه. الف الف مبروك، الله يهب لك قنبله بين عيونك يا مخلوق. عقبال ان شاء الله اختراع جديد. الله يخليكم ويطول عمركم، صراحه قاعد تحرجوني انتم، انتم تخلوني بالحاله هذه احاول اخترع اشياء جديده. تستاهل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هذولي مندوبين الوزاره يقولون علشان نوثق المادة لازم انك تحضرها قدام. تفضل معنا المختبر. بصراحة أنا لازم أعيد. لا تعيد ولا تكرر، خلاص عرفنا من هو صاحب هالاكتشاف. تفضل يا عامر. كفو يا ولدي، قواك الله. اقعد يا المخترع، توكم ما شفتوا شيء. هي كيوت، ما تستاهل هالبلاير، فعلا الحب أعمى، ولا شلون شافت كل هالعيوب فيه ومكملة معه؟ أصلا كل الرجال كذا يحبون يسيطرون على المرأة، وهي مسكينة سمع وطاعة، ولما ما بغى ينسحب من العلاقة انسحب، وشعر البنت ما تهمه. وشو؟ ليش طفيتي؟ أنا الحين بعذر يوم أتأثر بالمسلسل، تاريخي كله طلاق وتجارب عاطفية فاشلة، لكن أنت وش عندك يا البزر؟ تأثرت بالمشهد، زيك. لا يا حبيبتي ما تأثرتي إلا ورات بلا. عمتي المشهد هذا لو شوفه عامر اللي ما يحس تأثر، وشان أنا؟ والله ما يندرى عنت. ددير بد ددير بد در بد. بسم الله يمه، بلتنا طالبين مليون. سلامات، صوتكم طالع البرة، وش عندكم؟ أبد كله شوف فيلم وتأثرنا. أما عاد تأثرون بفيلم، مهابيل أنتم. إيش عرفك أنت؟ بترك البيت وبذف عن وجهك. طبعا وراي صارخ عليها كذا، والله انها ما تستاهل.
ترى هذا الصح، لأن الحريم ما يبيلهم إلا الشكم. شو هذا الصح؟ تلقاها الحين كرهته وكانت تنساعد زواجه. هذا كره شكلي بس، لأن أغلب الحريم يبيلهم رجال حمش، رجال شديد يوريهم العين الحمراء. وأكبر دليل عندك، شف ذولي صار لهم متزوجين 30 سنة ولا طلقها ولا شيء، بس لو ارتخيت ودلعتها صدقني بتلقب وبتخلعك من ثاني سنة، مش ثاني سنة، من أول سنة، وبتطردك وتسحب عليك. تقولوا صاد؟ صفى عليك، لا تروح بعيد. شف عندك أبوي وأبوك وكل الجيل القديم زواجاتهم تستمر لين يشيبون، حتى كلمة أحبك ما يعرفونها. هذه يبيلها خبرة، ايش عرفك أنت؟ شف أبعطيك حصة، حصة وشلون تاكل البسكوت بالشاي. أول شيء تدخلها 1 2 3 تقلبها، تدخلها بالفم. تعال يا أخي، صعبة كل ما أحطها تذوب. إيه يبيلك وقت، شوي شوي تتعلم. ها كذا، شف 1 2 3 قلبها. حمد 1 2 روح كذا، ممتاز. ايش فيك؟ امشي، قلب بنت تصير فرف. بسم الله على بنتي، هذا كله من القهوة السوداء اللي تشربها ليل ونهار. يا بنت الحلال هي قهوة؟ أقول قلب بنتك وعقلها موب معها، شكل واحد معلقها ولعب عليها. أمس تصيح من فيلم رومانسي واليوم تضحك وتبوسم ما أدري من تسولف معه. وشو؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اللي ما حسبنا حسابه. اسمعي، لا تسوين فيها شيء وتتهورين، أبي تستراقبينها من بعيد لبعيد، ثم لا مسكتي عليها شيء، أبي استرنينها رن، ما عندنا بنات يغازلون، هذا اللي ناقص بعد. شوفي شوفي تضحك. بسم الله، وش في ستسمين؟ شايف تنجني؟ لا بس خوفتيني، بشوش فتح الباب. لا خوفتك ولا شيء، انت اللي متوترة، ما ادري وش عندك. مو بمتوترة ولا شيء، بس الناس تطقون الباب قبل لا يدخلون. والله ما بقلل بزارين يعلمونا شلون نفتح الباب. اقول قومي وخلي عنس الجوال، نحط العشاء لأم تبوت. ملزقت نوجس بذا الجوال 24 ساعة، هذا بدل ما تقولين أبنزل أسولف مع أمي، أسولف مع عمتي، أجيب لهم شاهي، أجيب لهم قهوة، ما أدري إيش عندس. قلازقت أنا بذا الغرفة، ما تبين تطلعين، أمشي قدامي أمشي. إن شاء الله. نوف؟ اوف 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 اوف، من مسوي الكبسة؟ انا اليوم اللي مزينة الكبسة. كافو يا عمه، ايش رايك بكبستي يا خيي؟ ممتازة ولذيذة. الا وانا معامر. معامر معامر سم، وينس؟ انا قلت ماني باكل لما تجي. ما شاء الله، بعد ما اكلت 3 لقمات الغالي الحين قاعد اذوقه، اشوفه زين ولا لا. اخي لا تخرب الرومانسية، تحب تخرب انت. ما يصير عامر اذا ما خربها. تعشوا انتم، جعله بالعافيه، انا مالي نفس بطلع برا اشم هوا. كان لزمت عليها يبا، مو بشغلك. شارع الخزان قبلت لي إنسان فيه الحلا ألوان سبحاني من صور. في شارع الخزان قبلت لي إنسان فيه الحلا
مرحبا أخوي، ممكن تساعدني؟ أمريني. السيارة تعطلت علي ولا أدري وش فيها، وتوهكت. طيب أطلبي من أحد التطبيقات. جوالي طافي ولا في شحن، المشكلة مو هنا، متأخر عن موعد العيادة، تراها قريبة على آخر الشارع يمين، بس أبيك توصلني الله يعافيك. المشكلة وين أركبس؟ في الصندوق عيب، وقدام ما قد ركبت إلا أمي أو أختي. تكفى، أبي فزعك. أوكي، للضرورة تحكام، انقزي. معليش ركبت معك هنا، بس لا تشيل هم، بني بارتشن وراس محجر القطو. مو محجرة الهم، هذا بيتها ومبسوطة فيه. أما عاد مبسوطة فيه، أنا يوم جتني كورونا قعدت أسبوع بالملحق، بغيت أموت. لا لا لا، مو كل الوقت أخلي لوسي في القفص، بس وقت الطلعات. اسمها لوسي؟ حبيبي لوسي. عاشت الأسامي. وين العيادة؟ هنا العيادة. سلامات، أنت قايلة العيادة، هذه حقت بيطرية. أوراقها معك؟ إيه، جوازها ودفتر تطعيم. إيش تحتاج؟ دفتر تطعيم بعد إذنك. أوكي ثواني. أم عاد ذي معها جواز سفر؟ إيه، أجل شلون تسافر معي باريس ولندن؟ ذي تروح باريس ولندن؟ الله يخلف علي، أنا أبعد مكان رحت جدة، بس ما أقول إلا يا ليتني بوسي وأصير صديق لوسي. إن شاء الله يكون عندك وقت وتسافر. الوقت موجود، بس المشكلة الطفرة شينا. اليوم عنده موعد تطعيمه واحدة ضد الفيروسات والميكروبات، جرعة تنشيطية تعتبر بسيطة يعني. ألعب يا القطوة المحصن، والله مو بسهل. هلا والله، عاد حداك البيت البطل. أم عاد دوار ببيتكم. إيه دوار، وش عندك أنت انهبلت؟ لا لا لا، بس أول مرة أشوف دوار ببيت. تصدقين بديت أحسد القطو على كل شيء. أنت دمك خفيف يا عامر، شكرا لك، تعبتك معي اليوم. أنت ما تعرف قدر لوسي عندي، لوسي عندي بالدنيا كلها. حتى أنا حبيتها، لوسي ترحب من أول نظرة، وبشري بعزس أي شيء تبينه تحت أمرس وتحت أمر لوسي. رقمي معس. مع السلامة. مع السلامة. أقول لك البنت في الكامل، عشان كذا ناديتك بك تضبطني. شربها يا عامر، عطني سنابها ومالك إلا اللي يرضيك. لا يا شيخ، تبي تسرقها يا هطف، أنا أبي شورك بس. غريبة يا عامر، مين من عوايدك؟ تحسبني زيك يا ورع، أنا بتزوجها. أخس يا عامر، تلعب على الثقيل أنت. إيه لا تطقطق، الحين الزبدة، باخذ رايك. هديها وردة. وردة يقد بك يا ابن الحلال. اسمع، البنات ما ينفع معهم إلا الجوالات، جيب لها جوال. أم عاد جوال يا أبوي، هذه مهب كاش، اللي بعده جوال ما يمشي معها. أجل اسمع، مالك إلا تجيب لها شيء تحبه، حتى لو مبغالي، أهم شيء يعجبها. جبتها، بكرة هديتها تحضر عندها. أهلين عامر. هلا بالزود، أنت بالبيت؟ إيه، ليه؟ أبد، أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع.
أوكي تفضل أدخل، أنا نازلة. مرحبا فيك أخوي عامر. هلا بالزول. تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. الله يقطع سواريفك. تفضل تفضل. طب غمض عيونس. ليش؟ أمانة أمانة غمض عيونس. جايب لك قطاوة هدية لوسي علشان ما تطقها النفسية. وش ذا؟ طلعهم من البيت. سلامات، ثلاث ساعات وأنا أدورهم بالشوارع ولا حقهم من سيارة لسيارة، بالأخير تقولين كذا هذا جزاكي. تبي تخرب قطوتي؟ جايب قطاوة الشوارع عندي. حتى لوسي خافت. وش ذا الشخص أنا؟ كلها قطاوة يعني. علشان ذي من نسيم النظيم حقتكم منحطين. عندك شروط يا ولدي يا صالح؟ إيه طول شعاره يا عم. أبد بسيطة، خل هذه علي. إيه بس أختي عندها شرطين. الشرط الأول تبي تكمل دراستها، والشرط الثاني تبي شهر العسل بالنرويج. وشو له النرويج وخساير؟ تابي تقص ظهر ولد أخوي، خالهم يأخذون لهم أسبوع ثيابها ويرجعون، وهم شيء التوافيق. عز الله أن تصادف يا أخي، هذا الحاتي اللي يعتمد عليه. وأنا من عندي أبا خلي العرس بالبيت، وشو له التكاليف؟ والله يوفقنا وياه وتوفيق مبارك. بيض الله وجهك يا أخوي. إيه هذا الكلام السنع. عامر دق على لملك وخله يجي اليوم. الله يوفقك يا ولد أخوي. مبروك ولدي مبروك. الله يبارك بعمرك يا عم. الله يتمم عليك على خير يا ولدي. اللهم يميزك خير يا بيي. مبروك أبو صلوح. مبروك يا جميعا. ألف مبروك. عقبالكم إن شاء الله. يهنيكم ويسعدكم. ومباركين عرس الاثنين ليلة ربيع يلا اجمع بين قلبين ولد عمر. شلون ما تعرفين تطبخين؟ هم تعلمتي الطبخ؟ أعرف أشياء بسيطة بس ما توصل كبسة حاشي عاد. يعني أنا أعرف أطبخ وأنت لا؟ حلو دامك تعرف كمل طبخات كجل. لا لا طباخ عندك أنا إلا طباخ. مو بقصدي كذا، قصدي يا كمل طبخاتك ولا نطلب من مطعم. الحين هذا جزاي أطبخ لك وأنفخ لك وهذا طبعت معي قوه نطلب من مطعم حتى طبختي ما نبي نكملة. روح المطعم أجل. يلا مشينا. كم مرة قلت لك العبات هذه لا أشوفها عليك، قلت ولا لا؟ إلا بس انا اشوف عبايتي ساترة ما فيها شيء. وقلت لك اني اغار عليك ولا بكل من هب ودب يشوف وجهك والبسي نقاب، قلت ولا لا؟ ما تعودت البس نقاب، بعدين انا كذا اطلع بيت اهلي عادي. هذاك ببيت ابوت، انت الحين ببيتي تلبسين عبات ونقاب مثل امي وامك وغصب عليك. احنا ما اتفقنا على كذا قبل الزواج، بعدين هذه مساحتي الشخصية. يلا ايش ورانا يلا نتفق. قوم البسي عبات زي العالم والناس ومساحك الشخصية عند عامر وبوت. أنا الحمد لله شبعت، أبغى أقوم أغسل على بال ما تخلص أنت. لا زين قومين معك الحين، وشو لا أكمل أكل أنا؟ لا أكملك العاد ما قلت شيء. تقومين تغسلين قبل يعني تتفشلين مع الناس أنت ولا وش تبين؟ صالح لا تكبر المواضيع، أنا قلت بروح أغسل على بال ما تخلص أنت. انثبري بذلك أنا خلص ونقوم جميع. صالح عاد توديني بيت أهلي؟ إيش تبين بيت أهلك؟ هذا أنا رايحين لبيته. معليش بنام عندهم اليوم وأنت بكرة تعال خذني. يا مرة أسمع الحاتي الحين ليل مو وقت زيارات، مخك بو شيء. صالح تكفى. لا حول قوة إلا بالله. تدرين عاد أنا اللي أبي بيتكم، أبى أشوف وش تحلية معك. يما وع وع ما أقدر أتحمل أسلوبه مرة زفت بس يهاوش. قسم بالله يا زين عامر عنده. ما علي يا بنتي، أنتم توكم متزوجين، أصبري شوي وكل الأمور بتنحل. يما مو مسألة فهم، هو أسلوبه مرة غريب ما يعرف يتعامل. تكفى نخليني عندكم اليوم، ما أبغى أرجع معه. عيب وش ذا الكلام يا نوف؟ ترى مشاكل أول سنة زواج معروفة وانتو توكم متزوجين. استهدي بالله يا بنتي قومي اغسلي وجهك
وانزلي لزوجك ورجعوا بيتكم، وبعدين كل المشاكل بإذن الله بتنحل. مريا عميمتي هذه ميح ما تعرف شيء أبد، لو بقعد أشري من هالمطاعم لين حضرتها تعرف تطبخ أبدت جنة، هذا غير شوفت النفس والعنطزة. ما عليه يا صالح ما عليه، أصبر عليها شوي. نوف بنت أخوي من جيل ذا الوقت لا تعرف تطبخ ولا تعرف لسنع، وبعدين بيني وبينك أمها حرمة الرفلة ما ربتها على السنع من يومها صغيرة، ترى ما علمها الطبخ لنا. ما عليه أصبر عليها شهر شهرين وتمشي معك سيدة. السلام عليكم، وشلونك يا صالح وش أخبارك؟ بخير يا خال الله يطول لي عمرك. هاي يا نوف، خذيتي أغراضك اللي تبينها من الغرفة؟ ها؟ إيه الله يوفقكم إن شاء الله، عاد أبيكم كل يوم تقرون أذكاركم، ترى عيون الناس ما ترحم. يلا خذ حرمتك روح للبيت، الله يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله يا عمة. مشينا يا نوف. الله يوفقكم وش نقول؟ الأول بس فن كفو يا خوي كفوك الطير، وآخرتها بننحد على شاي كفتة. يا عيال صالح ما وحشكم لو فقدة. دقيقة دقيقة يا شباب وقفوا اللعب، خلوا كفتة يصبصوا بالشاي لا يقعد يكبكب علينا. وش ذا؟ غسال ذا مو بشاهي. هذا الشاي اللي أعرف أصلحه، ما حد قال لك تزوج أختك لصالح وتحرمنا من الشاي حقه. لا تجيب طاريختي على لسانك، تفهم ولا ما تفهم؟ أنا بروح أسوي الشاي يا عيال. من جد يا أخوان صالح من يوم ما تزوج ما طب ولا عتب الاستراحة نهائية. عاد هو الحين في أهم مرحلة، مرحلة دق الخشوم والعين الحمراء، إذا قدر يعديها زين على زين، أما إذا عطاها وجه ودلعها عز الله بيلقم. تتوقع هو داق خشمها ولا هي مشيته على كيفها؟ ما ندري، إحنا عطيناها التوصيات والباقي عليه. تقوم أعطي الشايب أول. أقول لك فين أصدقائي عامر وياسر وشكوش؟ أخوياك موجودين في الحفظ والصون، هالحين أناديهم لك. أجلس أستريح، أنا بتصل عليهم عشان يجوا ويتفاجئوا إني موجود. كفتة خلوا علي يا النكبة لا تدق، انتظر برا لين يجيك، تفهم ولا ما تفهم؟ كيفك يا عامر؟ من انت؟ انا اخوكم وجاركم زيد. على فكرة ترى اللي سويتوه هذا مو عيب، وانا فخور فيكم ومبسوط اني ساكن في حارة فيها شباب امثالكم يخافون على جيرانهم، بس للأسف انتم فاهمين الموضوع غلط. اغبيا يا جار اغبيا، تعالي عامر طلع الرجال ما هو حرامي مسكين. انا اقول تعالوا تعالوا خلني اقهويكم وفهمكم السالفة كلها. شكلنا استعجلنا. وش السالفة؟ ما ادري، بس تعالوا نعرف باقي الموضوع. انت روح ورا خلوني هنا. يا ابن حلال لا تخاف، لا تصير زلابة انت، امش امش. واخوي يبغى يسبقني وياخذ ابوي عنده في البيت الحالة، ويبي هو اللي يبر فيه، خصوصا ان ابوي اكل الحمد لله على كل حال. أبوي عنده المرض الخبيث في رجله، للأسف إن ما لحقنا عليه والمرض انتشر في كل جسم. الحمد لله على كل حال، بصراحة أنا قلت أبغى أكسب أجر أبوي وأخذ بره لين آخر يوم في حياته، وخصوصا إن أيامه معدودة وهذا علمه عند الله. فكرت بأي فكرة قلت لازم أنا أبر فيه. صراحة الفكرة اللي جت في بالي إني أنحاش من كل الناس وإني أدور لي فيلا واستأجرها وأجي أنا أبوي فيها وأبر فيه، على الأقل إني أكسب أجره إلى آخر يوم في حياته.
يعني ذا أبوك؟ إيه هذا أبوي، أبوي اللي تركت الناس كلهم عشان أبر في آخر يوم في حياته. عاد تكفوني يا عيال، أي أحد يسأل عني لا تعطونا أي معلومة، وخصوصاً أخوي. ما بيجي وياخذ أبوي مني، أنا لا يمكن أخلي أحد يجي ياخذ أبوي، أنا ودي أبر فيه يا عيال. اللي سويته شيء ما كنا نتوقعه، الله يرزقنا بر عيالنا. اللهم آمين. بصراحة أنا ما أدري وش أقول لكم، لكن الله يجزاكم خير. وعلى إذنكم عيال، أنا بروح أشوف أبوي، أخاف يحتاج شيء وأنا ماني بعنده. أدركم. يا أخي ما شاء الله عليك، يلا مشينا. ما عندك استراحة يا وليدي، تروح وتريح لي. الاستراحة وسلمناها، واخذنا عهد أنا وأخوياي أن نقضي باقي أيامنا في رعاية والدينا. ولا طرف منك شيء، فارزني انزلع، شايفني محرض قدامك؟ لا 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 لا، بسم الله عليك يبا، لا لا ما أنت محرول، بس أنا ودي أبر فيك. تكفى يبا تكفى، لا تحرمني الأجر، خلنا أبر فيك لين ما تموت إن شاء الله. عجيب والله، أنت انهبلت. خبر عاجل، بعد توفيق من الله في الساعة 3 فجرا تم القبض على المطلوب جزاء بالإذعار مع مرافقة زيد بن راشد بعد أن حاول الهروب إلى خارج المملكة. ويعد المطلوب جزاء ومرافقة زيد من أهم وأخطر المطلوبين في ترويج المخدرات، وتم محاولة القبض عليهم قبل عدة أيام في مداهمة، وقد أصيب جزاء ولكن لاذ بالفرار. كذاب. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرتوا، بيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم وين منهم ضيوف ياسر شباب تركي الأول. تركي الأول ومن هناك، هناك منهم، هناك ضيوف الشيخ عامر، ضيوف الشيخ عامر شباب حيسري حيسري. وهناك منهم، هناك ضيوف شخش من جدة للرخاء والشدة، حي الهندوية. مرحبا ابو حي الهندوية. مرحبا ابو. وهذول عاد اصدقائي، اصدقائي حي ام الحمام. شباب ام الحمام. وهناك منو ما اصدق، الشيخ عامر، الشيخ عامر البطل، السيف، الجبل، الحمام. الحمار الحمام الحمام. واسمح لي يا شيخ عامر أقدم لك شاعي الجزالة، شاعي الأدب، شاعي الثقافة، إنه شاعي الليل، عزوز الليل. أرحب ثم أرحب ثم أرحب، جينا نشارك ونبارك لله المجلدات. مجلعدات مجلعدات. جينا نشارك ونبارك لله المجلعدات، جينا وفروسنا سطر وتشيش. حي الله عامر والقعدان والمفطحات. لا تنسونا يا اخوان من الاكراميات والبخشيش. انت جاي تشحد هنا؟ جاي اقتات عن طريق الشعر يا عم، اقتات عن طريق شارع المنصور في مكه. طس هناك ابلف. عريج حي عريج حي عريج. حلوى وسلوى، والثقه يبقى ثقه في محل الشيخ عامر جلح عامر راعي مجلعدات الجزيره. معركه بكره حامل وطيس فيها، بتدخل اشداد ولا ما انت بداخله؟ عفو عليك، أبدخل اشداد واللي كفو يقرب. بتاخذ اشداد؟ عقبني الفنجال إذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ ما دام الدراهم موجودة يبطي أحد ياخذه وأنا عامل. كفو. يا أبو كفلان يا أبو كفلان يا أبو كفلان، الكغلايم عامل يقول انه بيدخل مزاد اشداد بكره. كلموا شبابي، هذا والله اللي عاقبنا عقوبه يا ريدي. على اي الملازم منه عقوبه؟ هي بالله عقوبه، انا وش اسوي؟ هو وش يبى مني؟ وش يبى مني؟ المنافسين من جهه وهو من جهه، انا وش اسوي انا؟ لكن اشداد قدام راسي شم الهواء،
والله ما يذوقها. أقول لك إيش سويت؟ ضربتها إبرة ببراطمها. ضربتها ببراطمها؟ أنت خليك مع وهبي وهو يجمل اللي ما يتجمل. شايف هاي الناقة؟ راح تصير حديث البلد، وإذا ما ربحتكن جوائز وفلوس أنا ما أكون اسمي وهبي. يعني هذه الإبرة تنفخ ببرطم؟ بالضبط. بدك أنفخ لك برطمك؟ ضحكتني. أقول لك خلص شغلك، نبغى كل المنقية تخلص الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم المنافسة القوية بين أبو قبلان وصاحب مجلعد، من يفتح الباب المزاد؟ ألف ريال. ألف ريال. ألف ريال. ألفين. ألفين أبو قبلان. خمس آلاف. خمس آلاف صاحب مجلعد. عشر آلاف. عشر آلاف. عشرين ألف. عشرين ألف ريال. ثلاثين. ثلاثين ألف ريال أبو قبلان. خمسين. خمسين ألف. خمسين ألف. ستين. ستين ألف يا أبو قبلان. ثمانين. ثمانين يا رعب جلعد. مية. مية ألف. مية ألف. والله احترقت اليوم. مية ألف. منافسة قوية. هاي يا رعب جلعد إيش تقول؟ مية وخمسين ألف. مية وخمسين. مية وخمسين ألف. مية وخمسين ألف. ها إيش تقول يا أبو قبلان؟ مية وخمسين. ها يا أبو قبلان. أقول عطية. تحية الجمهور. ألف ألف مبروك يا صاحب الجلعد. لا داعي لا داعي لا داعي. أشداد لهلا يا أخوان. اللي ما يقوى أشداد لا يقربه. أتحداك يا المذيع البطل. مشينا يا عيال مشينا. صب الشيخ صب. مر علينا بالمخيم بإذن الله. روح يا أخ كفتة. نعم. البل هذه كلها فيها عبث. إيش عبث؟ مضربة أبر وملعب فيها. ما هو؟ يا شيخ يا شيخ أنا أعلمك بعلم مهم زين. وش أنا هي علومك اللي ما هي بزينة؟ منقيتك علامة شراها الكفتة طلعوها مع المشرحة. وش وش؟ إي والله يقولون فيها عبث. والله إني خابر خابر إن كفتة هذا ما يجي مراه للدواهي. من يوم شفت المقرود عامر وأنا خابر إنه بهذن حظنا ردي. لكن هين أنا أوريك كفتة لك فتكفت الشر. مش أنا مش أنا أعطيك الشغل هالحين يا أبو الكفاتي. أعرف شلونك فتك في الصندوق هذا. أخلي الجميع نسلم يشوفك. يا عيال عرض قوي جاني على الواتساب، رحلة للهايكنج مدة يوم كامل ب 150 ريال ولا وشامل الوجبات. هذا مو بعرض قوي إلا اللي بعده. 150؟ يا بلاش. وش الهايكنج ذا؟ اسمها هايكنج يا طعس. أنا طعس؟ لا 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 أنا طعس يا لا 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 اللي يقول أنا طعس؟ خلاص لا يا بزر. أنا بزر؟ يا ابن الحلال. لا خلاص عاد أنت بينا فرشك الحين. خلاص عاد اسمع، الهايكنج هذه كشتة بس حقت ناس كول. يجي وانا كمان يجي، واذا ما يجي نروح نجيبه ونجي. انا حب الهايكنج من زمان. تكفون خلونا نروح. انت معك 150 ولا مثل كل مره ما معك الا 10؟ اشتريك انت وهو معايا فلوس. اوف والله انت بعاقل. 150 ريال. خلاص يا عيال انا وكفته معكم. سلامات، بفتح مطعم فوال مقوم لي 7 الصبح. حتى ذي ما مداها تغسل وجهها. وين الباص حقك ذا؟ شكله مزرفونا. تراك اشغلتنا ودوشتنا. خلاص احسب لهم ربع ساعه ان شاء الله وجايين. اي الباص جاي يا عيال. سلامات، باص مدرسه ذا. هذا باص نوره هايكنج. الله الله الاسماء. شوكوش. ياسر. عزوز. عامر. عامر تقعد هناك اخر شيء بالزاويه، وانت ياسر تقعد هنا. شوكوش بالوسط، عزوز قدام.
هذه تشكيلة وشكوش محور عيال. يجي طارق حامد. طيب استاذ نور الله يعطيك العافيه، يعني احنا اخويا نبغى نقعد جنب بعض. لا والله كل واحد يقعد في المكان اللي حددته. قايل لكم مدرسه. اسكت انت وياه، كل واحد على مكانه. سمي يا حضره الوكيل. انتو ورانا ورانا سلامات، حنا جايين قبلكم، ما انتم اللي تلحقونا. من زينكم نلاحقكم، استغفر الله. بس يا الله صباح خير. ممكن تهدون شوي الاسماء لو سمحتوا؟ مي، بيان، مناهل، ملاك، نصابة، هذه بحمود. مي انت تجلسين اخر شيء هناك جنب عامر. بيان جنب عزوز. مناهل تجلسين جنب ياسر. ملاك انت عند شكش. يلا معلش يا اختي، يدي من اول محطوطه هنا. معلش يا استاذ، شيل يدك عشان ما اكسرها لك. على والله هذا مكانك. شكرا يا استاذه. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين انت؟ انا راشد، وهذه زوجتي بشرى، تونا متزوجين. اجلس هناك. طيب تعال تعال تعال. سلامات، وراك شاده انت ناظر. عفوا، اقول ناظر قدام، حركات ذي عارفينها. خمس دقايق بنحرك يا أستاذة، باقي واحد اسمه كفتة ما جاء. عارفة، بس إذا ما جاء بالوقت بنحرك. طيب أبدزه البقالة بجيب موية عطشان. الموية بتجيكم مع الوجبات في المعسكر. قال إيه؟ قال معسكر، صارت بطولة مو هايكين ولا كيف يا أبو حمود؟ أقول تسوي خوي بس. أقول شكل السنة بتعطشينا، أبدزه البقالة سريع سريع. انت هنا وحنا ندور عليك. يا الهطف، سلامات، شو عندك هنا يا كفته؟ مطرود من بيتكم؟ لا جيت بدري عشان ما تروح علي الرحله. هم عاد رحله، وين رايح؟ القاهره. يلا انزل، الباص بيمشي. انزل 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 انزل، لا احد يشوفك. يلا اخلص. كيس اسمنت ذا يا استاذ، لقيت كفته، هذا هو. يلا دقيقه ونحرك. وراك كذا انت، امشي امشي. نعم مطلق، سجل معكم. تفضل. سلامات، الشبه ذا بيروح معنا. بعدين تعالي، وراسي مسويه جدايل، بتروحين المدرسه. قد هالكلمة؟ قدها وأطول من شعارك بعد. هاك بتجدك هنا بس انت وياه. معليش أستاذة، إذا هذا الشبهة بيطلع معنا إحنا والبنات منسحبين. حتى إحنا يا العيال لو ركب معنا ذا بننسحب من الرحلة. يما من هالكيوت. مطلق برا. خير، شو اللي برا؟ خشم الريال أنا جاي. أنا مديرة الشركة والمسؤولة عن الرحلة، اطلع برا فلوسك توصلك. أقول لا تناظر، دزها على الحلاق سيدة.